بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والمتابعين القناة التعليمية المديرية العامة للتربية الديوانية، أهلا بكم في تتمة درسنا الثاني. وصلنا وإياكم إلى الماضي المستمر، يعني ما شرحنا، أكملنا وأنهينا الماضي البسيط بحالاته الثلاثة: المثبت، النفي، والسؤال، صيغة الاستفهام. حتى نربط بين الزمنين لازم نشير إلى الماضي المستمر بطريقة مفصلة حتى أعرف شلون أربط بين هاي الزمنين وباستخدام أي أدوات، وأي أدوات تحديداً لازم أركز عليها بالمنهج. زين، الدرس هو عنوانه I was ice skating and I fell over. I was ice skating and I fell over. نشوف مقسوم إلى قسمين عنوان الدرس. القسم الأول I was ice skating، كنت أتزلج، و and اللي هي و I fell over، نشوفها قسمين. زين، قسمين. القسم الثاني شرحنا اللي هو الماضي البسيط، طبعا الفعل المستخدم هنا هو فعل غير قياسي، fell over لأنه ما ينتهي بالإي والدي، والمجرد ماته هو fall. زين، الماضي المستمر، يعني شنو الماضي المستمر؟ نقول يتكون الماضي المستمر من ما يلي: من فاعل زائد أما was aware زائد فعل ينتهي بالsuffix ing زائد تكملة. هاي صيغة المثبت. مثل ما قلنا الأزمنة عموما لازم بيها ثلاث صيغ: مثبت، منفي، استفهام أو صيغة السؤال. صيغة المثبت بزمن الماضي المستمر هي هذه. صيغة النفي جدا سهلة، ليش؟ لأنه عندي فعل مساعد، فمجرد شو أسوي؟ أضيف not، يعني أقول الفاعل ينزل الwas والwere زائد not زائد V-I-N-G زائد تكملة. واضح؟ هذه صيغة النفي. الصيغة الثالثة والأخيرة اللي هي صيغة السؤال. صيغة السؤال نفس الشيء، جدا بسيطة. قلنا طريقتين عندي: أما باستخدام الـ WH word اللي هي الكلمة أو أداة السؤال اللي تبدي بالـ WH what when why، أو أخلي أما was aware بالبداية زائد S زائد V-I-N-G الفعل اللي تكون نهايته I-N-G زائد التكملة و question mark وعلامة سؤال. زين، هذا هو زمن، هذا الشكل زمن الماضي البسيط. شلون أستخدم هذا الزمن؟ مهم جدا حتى أعرف أستخدمه وتعلمه كلغة وعبر عن أفكاري باستخدام هذا الزمن بصورة دقيقة، لازم أعرف كيفية استخدامه. نقول نستخدمه لوصف حدث حصل في وقت معين بالماضي واستمر خلال هذا الوقت، يعني كان مستمر في هذا الوقت في الماضي. طبعا الحدث حدث وانتهى وهو ماضي، بس في هذا الوقت من إلى كان هذا الحدث مستمر. زين، هذا وين راح يأخذنا؟ راح يأخذنا إلى أهم ملاحظة، أنه كيفية الاستدلال على أنه الجملة تحل بالماضي البسيط أو الماضي المستمر. نقول إذا لقينا ظرفياً يشيراً ظرفياً زمنياً يشيراً إلى الماضي، معناته أنه الجملة تحل بالزمن الماضي المستمر. مثلاً at 7 o'clock yesterday، أو مثلاً at 7 p.m. حتى يكون أدق. At 7 p.m. yesterday I was watching TV أو my favorite program، كنت أشاهد التلفاز أو برنامج المفضل. يعني شوف، الساعة 7
البارحة. شوف يعني شنو ظرفين زمنيين يشيرن المن إلى الماضي، هذا هو دليلي أنه استخدام الماضي المستمر مو الماضي البسيط. زين، هذا إذا أرد استخدم كل زمن وحده حسب السؤال. أحياناً شي قل لي لا أنا أريدك تستخدم هاي الأدوات. عندي أربع أدوات أو كلمات ربط اللي هي and, when, as, while. زين، and when يكون يتبعها، لازم يتبعها جملة بزمن الماضي البسيط. زين، هسه البعض يسميها simple past أو past simple، either one is okay، أي واحدة من ذني صحيحة. وأخلي شنو فاصلة، طبعا هسه راح تقول لي and ممكن تجي بالبداية، لا احنا ما عدنا and تجي بالبداية، هسه أقلها عدنا بالمنهج ما مستخدمة and بالبداية. زين، when زائد ماضي بسيط فاصلة وجملة بيها ماضي مستمر، يعني and when يتبعها جملة بالماضي البسيط فاصلة جملة بالماضي المستمر، على العكس من and when as while. as while لازم تجي شنو بعدهن؟ جملة بالماضي المستمر ومن بعد ذلك هم فاصلة وجملة بالماضي البسيط. هذا باختصار وباختصار شديد جدا كيفية استخدام أدوات الربط and when و as while بمنهجنا بلسن 2. مهم جدا أنه أفهم هذا الموضوع. and when تجيني بعدها جملة ماضي بسيط وبعدين جملة ماضي مستمر، as while تجيني جملة ماضي مستمر وبعدين جملة ماضي بسيط. أني أصلا تعرفت عن الجمل والأزمنة ذني بالصيغة وبالشكل مالتين، فما راح يكون عندي مشكلة بيهن. زين، ايش راح يسوي هو؟ راح يحدد لي الأفعال بين قوسين، مثل التمرين اللي هو بصفحة 5 تمرين بي. زين، هذا مهم جدا ودائما يتكرر من عنده الوزاري. ناخذ من عنده مثال واحد وننتقل الى بقية الملاحظات اللي مهيئها لكم. ناخذ مثلا الجملة الثانية، while علي have a shower فاصلة كما somebody knock بين قوسين at the front door، على الباب الأمام، knock بمعنى طرقة. نكتب الجملة. زين، الجملة راح نكتبها هنا. Can I see? Okay. الجملة هي صفحة 5 من كتاب التمارين التمرين B. الجملة رقم 2، while علي بين قوسين have a shower فاصلة، shower بمعنى دوش. زين، somebody الجزء الثاني knock at the front door. زين، ويجيني هنا يقول لي use، طبعا هاي بالوزاري، use the past continuous and what the past simple، أو يقول لي مثلا correct. واضح؟ أنا عندي شنو قاعدة، بما أنه شفت while إذن لازم بعد شي جيني جملة باستخدام زمن الماضي المستمر. فأجي ما شنو أجي أباوع للفاعل، الفاعل مالتي ضروري جدا أركز على الفاعل، أركز على عدد الفاعل، يعني مفرد جمع. زين، راح تقول لي وإذا مثنى اسمين مربوطين بعند، ما عندنا بالإنجليزي صيغة المثنى، عندي أما مفرد أو جمع، يعني لو اسم مفرد لو اسم أتعامل ويا جمع حتى لو كان مثنى. زين، while علي بما أنه مفرد أقول was، while
وأضيف ing إلى الفعل بين الأقواس. ليش؟ لأن الفعل بين الأقواس دائما وأبدا يكون بصيغة المجردة. فش يكون having. وين راحت الإي؟ عندنا قاعدة إحنا إملائية، دائما الفعل اللي ينتهي بالإي من نضيف له ing نحذف الإي بالنهاية. زين. While Ali was having a shower, somebody knocked. هذا من الأفعال القياسية، فينتهي يكون صيغة الماضي مالته تنتهي بالحرفين الإي والدي. أعيد while، بما أنه while لازم تجيني بعدها جملة بيها زمن الماضي المستمر، فاصلة، هذه الفاصلة الفعل اللي بعده شو يكون؟ ماضي بسيط. أنا أختصر على نفسي، شو أقول؟ الفعل الأول بعد while لازم يكون ماضي مستمر، يعني أخلي قبله لو was لو were اعتمادا على الفاعل. زين، واضيف ing للفعل بين الاقواس. الفعل او القوس الفعل بين الاقواس الثاني احوله الى صيغه الماضي البسيط الى صيغه الماضي اشوفه. اما يكون فعل regular قياسي اضيف له مجرد الاي والدي، او فعل غير قياسي شو اسوي؟ احفظه كما هو مثل ما مر علينا بالدرس الاول شلون نحفظ الافعال القياسيه وغير القياسيه. ملاحظه اخيره تتعلق بالجزء الثاني او القسم الثاني من الدرس الثاني. الملاحظة شو تقول؟ يقول أحيانا وممكن جدا أنه بالامتحان الوزاري شو يقول لي؟ يقول لي استبدل أداة بدل أداة. يعني يكتب لي هاي الجملة، يكتب لي إياها، ما ينطيني اختار فعل، بس شو يخلي؟ يوز مثلا when. زين، يوز when يعني خل حتى نكون دقيقين، راح اكتب الجملة نفسيتها ونقول use when. ينطيني هذا، خلينا نفترض انه هذا سؤال وزاري. while علي was having a shower comma، خلينا نقول مثلا احمد، ما نقول somebody، أحمد knocked the front door. هنا بين قوسين يقول لي use when. هنا ايش أسوي؟ بما أنه هو يقول لي use when معناته استبدل الوايل بالwhen. يعني أول شيء أسوي أحذف الأداة while. زين، ارجع القواعد، يعني قواعد شو تقول؟ تقول يابا وين لازم يكون بعدها جمله ماضي بسيط وبعدين جمله ماضي مستمر. يعني ايش راح اسوي؟ او الخطوه الاولى احذف الاداه الموجوده ايا كانت. زين، حذفنا الوايل، اجيب الوين، وين مكانها؟ قبل جمله شنو؟ الماضي البسيط. يعني اقدر احلها بطريقتين. الطريقه الاولى بس احذف الوايل، اقول علي was having a shower when، شوف بداية الجملة الثانية أخلي هنا الوين، when أحمد knocked the front door. هاي طريقة. الطريقة الثانية أكتب الوين بالبداية، أقول when أحمد knocked the front door فاصلة علي was having a shower. هذا كل ما يخص الملاحظات المتعلقة بالدرس الثاني من اليونت الأول. إن شاء الله تعالى راح نستمر وإياكم بدروس جديدة في الأيام القادمة. تحياتي لكم.